كانيبا والحارس الحارس الحارس المكسيكي يقذف وهجوم مكسيكي و ماذا حدث سانتوس والبرازيل في هجوم 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 البرازيل تريد أن تسجل والمكسيك يخرج الكرة إنها لحظات حرجة تلك اللحظات الحاسمة بين البرازيل ومكسيكو وسام شيخ شبيب يعلق لكم من الولايات المتحدة الأمريكية ويقول البرازيل ومن البرازيل والنيمار وأوسكار وفالكاو وزيكو وبيلي شوف 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 وهجوم مكسيكي الكرة برازيلية الكرة ترجع يلا يلا نريد كرة حقيقية يلا نريد هدف برازيلي الله امشي أشم رائحة هدف والمكسيكي يخرج الكرة وإنها تماس 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 كرة لصالح البرازيل ترجع يلا سير يلا برازيل 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 شوت ننتظر الهدف يلا تعبنا من الانتظار و